نعم. في الأسبوع الماضي نشرت إحدى المجلات الإسلامية مقال لأحد كتابها جاء فيه تحت عنوان قضية التوسل. قضية التوسل. نعم. قال: وأما قضية التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء والملائكة والصالحين من عباد الله، فقد ذكر الأستاذ البنا أن هذا من الأمور الخلافية بين الأئمة، وأنه خلاف في كيفية الدعاء وليس مسائل عقيدة. وليس الإمام البنا هو أول من قال بذلك، بل قال به الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه كما نقل في مجموع فتاويه، حيث قال في المسألة العاشرة: قوله في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد يتوسل بالنبي خاصة مع قولهم أنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدا، وليس الكلام مما نحن فيه. فكون بعض يرخص في التوسل بالصالحين وبعضهم يخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على من فعله، فقد تضمن كلام الشيخ أن التوسل بالصالحين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم هو موضع خلاف بين العلماء، وأنه هو صواب قول الجمهور أنه مكروه، وأن هذه المسألة من مسائل الفقه، وهذا عين ما قره البنا، فلا وجه للإنكار عليه. ولأن موضوع التوسل فقهي لا عقدي تكلمت عنه جميع كتب المذاهب الفقهية على اختلاف أحكامها فيه، ودخل الموسوعات الفقهية باعتباره من المسائل الفروعية العملية التي تدخل في إطار البحث الفقهي. وهناك كثيرون من المستقلين على المذاهب قالوا بإجازة التوسل، منهم الإمام الشوكاني، هو سلفي معروف في كتابه تحفة الذاكرين شرح الحسن الحصين، وهناك غيره من القدامى والمحدثين، ومنهم من أجاز التوسل بالنبي وحده ولم يجز التوسل بغيره من الأنبياء والصالحين، كما هو رأي الإمام عز الدين بن عبد السلام. آخر فقرة الشيخ. والخلاف في مسألة ظاهر يمكنك أن تراجع في بحث التوسل في الموسوعة الفقهية الكويتية في الجزء 14، وبهذا يتضح لنا سلامة ما قال الشيخ البنا بميزان العلم والتحقيق. وأنا شخصيا أميل لترجيح عدم التوسل بذات النبي والصالحين، وأتمنى رأي الشيخ الإسلام في ذلك. تعليق الشيخ. نعم، التوسل بالصالحين الذي ذكره الشيخ محمد الوهاب وغيره من الفقهاء، ظاهره التوسل بذواتهم والتوسل بدعائهم، وهذا الظاهر غير مراد. مرادهم بالتوسل بالصالحين أي بدعائهم، كما فعل عمر رضي الله عنه حين قال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادع الله. لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزا، هل يمكن أن يعجل عمر ومعه الصحابة عن التوسل بالرسول إلى التوسل بعباس؟ ما يمكن أبدا. ثم التوسل بذواتهم ما فائدته؟ ما هو سبب الإجابة الدعاء أو التوسل بجاههم؟ والتوسل أصله التوصل، يعني أن نتخذ من هذا الذي توسلنا به ما يوصلنا إلى مقصودنا. وذات النبي أو جاه النبي ليس لنا فيه منفعة، فكل ما ورد من كلام العلماء المعروفين بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فمرادهم التوسل بالإيمان به أو التوسل بدعائه إن كان حيا، وكذلك التوسل بالصالحين يعني التوسل بدعائهم، هذا هو الصحيح. وسبحان الله، كيف يصر بعض الناس على أن يقول إن هذا جائز ويولد عليه هذه المشتبهات، وعنده توسل جائز ما في إشكال يعدل عنه لولا أنها فتنة. لماذا لا يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا كما يقول المؤمنون؟ لكن بعض الناس مغرم بإثارة المسائل الخلافية. أما هل هو عقيدة أو حكم فرعي فهذه مسألة الخلاف فيها لفظي، المؤمن حاله يجوز أم لا يجوز، هذا هو. والذي نرى أنه لا يجوز أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بذاته أو بجاهه، وإنما نتوسل بالإيمان به واتباعه. نعم.